اوكي، احنا في كورس الانترميديت ماشين ليرنينج في الدرس الرابع اللي هو البايب لاينز. البايب لاينز لو كانت انه عندك كومبلكس موديل وفي عندك العديد من البروسيس او الستيبس ممكن تتعملها بايب لاين. كيف يعني؟ انه انت تاخذ الاوتبوت تبع بروسيس معينه وتكون انه الانبوت تبع بروسيس ثانيه، فبالتالي بتكتب الكود مره وبتطبق البايب لاين على التست داتا فبتريحك بشكل كبير. خلينا نشوف كيف انت ممكن تسويها. تمام، يبقى في البايب لاين الميزات تبعته البنفيتس انه بيكون عندك كلينر كود، لانه انت بتلاحظ حتى التمرين تبع ال الكاتيجوريكال فاريبلز والهاندل للميسنج فاريبلز او فاليوز، انه انت عندك الكود شويه كبر معاك وانه ما فيش ترتيب فيه. فهنا انه كلينر كود فيور باجز، انه انت بتكون ناسي انه انت تعمل شغله معينه، هذيك البروسيس بتروح بتمحي اسماء الاتريبيوتس، هذه البروسيس بتشيل الانديسيز بدك ترجعهم، فبالتالي انه بيكون في عندك باجز اقل، ايزير تو برودكشنايز، انه انت بيكون عندك يعني برودكتيفيتي اكثر. تمام، وهنا تدي لك مور اوبشن فور موديل فاليديشن. تمام، طبعا هنا في هذا التوتوريال حنشتغل على نفس الداتا سيت وحنعمل فيها بايب لاين. طبعا هاي الهيد تبع الداتا سيت انت صرت فاميليار معاها. الخطوه الاولى انه انت تعمل ديفاين للبري بروسيسنج ستيبس. رحت حطيت انه انا ايش بدي اسوي، بدي اعمل امبيوتس للميسنج فاليوز للنيوميريكال داتا، والكاتيجوريكال داتا ايش بدي اطبق عليها، وان هوت انكودنج. حددت هاي الستيبس اللي انا بدي اطبقها. فشو روح بدي اسوي؟ بدي اروح اعمل امبورت من الاسكيلر بايب لاين، امبورت بايب لاين، هذه عباره عن باكج تمام او سب موديول، وهذا عباره عن كلاس. طبعا انا بحتاج السمبل امبيوتر والون هوت انكودر هدول، لانه انا حطبقهم انا عندي في البايب لاين. تمام، طيب الان بالنسبه ل بعرف اوبجكت من السمبل امبيوتر وبحط الاستراتيجي انا عندي كونستانت. شو معنى هذا الكلام؟ الله ينور عليك. فهنا انت بتروح بتستبدل بكونستانت معين. تمام، الكاتيجوريكال ترانسفورمر، رحت عرفت كاتيجوريكال ترانسفورمر هذا عباره عن ايش؟ بايب لاين. تمام، هي اوبجكت منه، هي الكونستراكتور، ايش بدي له؟ ستيبس. الستيبس هذه انا بديها على شكل ليست. تمام، ايش الفورمات تبعها؟ اسم الستيب تمام والاوبجكت تبعها، اسم الستيب از سترينج والاوبجكت تبعها. تمام، يبقى هنا انا عرفت انه سمبل امبيوتر واستراتيجي اللي هو الموست فريكوينت، وهنا الون هوت انكودر بالترتيب هذا، بروح بطبقها بالترتيب هذا بهذا الشكل. تمام، يبقى عشان يكون في بالك انه انت عندك هي البايب لاين، ايش بتدي له؟ بتدي له انه ستيبس، هذا عبارة عن باراميتر ستيبس بتساوي عبارة عن ليست. ايش في الليست هذه؟ بيرز، ستيب نيم، اوبجكت، ستيب نيم، اوبجكت بهذا الشكل. وخلاص صرت عارف ايش الستكشر تبعها، تدير اياها على شكل ليست، بتسهل عليك انه انت تتعامل معها. فهنا حيطبق سمبل امبيوتيشن وبعديها حيطبق ون هوت انكودر. تمام، رحت عرفت ترانسفورمر اسمه بري بروسيس من هذا الاوبجكت اللي هو الكولوم ترانسفورمر، وبقول له هنا نفس الفكره انه ترانسفورمرز بيساوي اسم
اسم الستيب هذه واسماء الاعمده اللي بده يطبق عليها، وهذه اسم ليبل لهذا الترانسفورمر، وهذه الاعمده اللي بده يطبق عليها. تمام؟ يعني هنا الليبل هذا نم عايش حيطبق النيوميريكال ترانسفورمر على مين؟ على نيوميريكال كولمز. وهنا هذا الليبل عباره عن الكات كاتيجوريكال، حيطبق الكاتيجوريكال ترانسفورمر على مين؟ على الكاتيجوريكال كولمز. كيف؟ هاي الكاتيجوريكال ترانسفورمر هاي معرفه هنا. هدول؟ هدول أنا بجيبهم ببساطة، يعني إنه مش في كود مخفي، بس إنه من الدرس السابق شفنا كيف إنه إحنا نجيبهم. تمام؟ بالضبط. أوكي؟ الآن نيجي للخطوة الثانية الموديل. الخطوة الأولى اللي هو الستبس، تعرف البري بروسيس ستبس. الخطوة الثانية إنه أنت تعرف الموديل. تمام؟ إيش الموديل اللي إحنا بنستخدمه؟ الراندوم فورست ريجريسور، نمبر أوف استيميتور 100 والراندوم ستيت 0. تمام؟ الخطوة الثالثة بدنا نعمل كرييت وإيفاليويت للبايب لاين. طبعًا إيش المتركة هستخدمه؟ مين أبسوليوت إيرور. تمام؟ وهنا بروح بعرف البايب لاين تبعي. تمام؟ لاحظ إن أنا عامل ليستنج للبايب لاينز. تمام؟ ماي بايب لاين بتساوي بايب لاين ستيبس pre-processor processor والموديل بتساوي موديل. The pre-processor هذا ايش هو؟ بالضبط هاي قلت له انه طبق لي هذا الكلام على numerical attributes وهذا الكلام على categorical attributes. تمام؟ فهو ايش بيسوي؟ اعمل اول خطوه pre-processing، بعديها تعمل طبق الموديل. هو لحاله بشكل امبليسيت بروح بستدعي الميثود فيت وبريدكت وبرجع لك النتائج وبجيب لك السكور بشكل مباشر. يعني لما تعمل هنا pipeline dot fit ايش بروح بسوي؟ بروح بطبق هذه الستبس وبروح بطبق الفيت تبعت الموديل، وهنا في البريدكت بروح بطبق البريدكت تبعت الموديل وبيحسب هنا المين ابسوليوت ايرور. طلع انا عندي بالضبط 16160,000. تمام. فبالتالي انت شفت انه صار الكود انت عندك ارتب هاي الستيبس تبعتك. تمام؟ وتعريفها بيكون انت عندك فوق. يصير سهل جدا عليك انه انت تغير الموديل هنا. تمام؟ وتجرب أكثر من موديل وتشوف كيف النتيجة. أوكي؟ okay.